سلام. أنا واحد إنسانة طلبيش في عائلة صغيرة، الأب ديالي متوفي، أم ديالي كاينة مخلالية. كنت في عائلة محترمة بخير، كنت بخير في دارنا، تعرفت على واحد السيد إنسان اللي كان عنده مشاكل مع دارنا، اللي ما كنتش لقي فيهم مشاكل الاهتمام الحنان من جهة الأم. الأم ديالي كانت متزوجة لأب آخر، اللي ما لقيتش معاه مشاكل بزاف، مشاكل العنف من أي جهة. وكنت نتعرف على إنسان اللي غيكون السند ديالي والأب ديالي وفيه الأخ فيه كل شيء. تعرفت عليه مدة سنين، عرفته وانا صغيرة، مدة عرفت عليه مدة 10 عام، دوزت معاه وقيته، كنا بخير، العائلة ديالي كانوا عارفين، عائلته، درنا خطوبة أنا وياه، وحنا ولينا أنا وياه مزوجين حيت عائلتي وعائلته، دوزنا عارفين. بينا كنخرجو كنمشيو نسافرو لأي حاجة أي بلاصة. ملي حملت قال لي كان غي بزاف ديال الحاجة باش نطيح التعليم، قال لي صافي دابا بلاتي. ملي قلت ليه لا أنا نخليه ندير معايا شي حاجة باش نخلي الولد ونتزوج أنا وياك، يعني كان يمشي نشوف الوالدة ديالي صافي، هما مبغاش يعترف بالجاني. بقيت في دارنا دار ولات نتي دابا عندها 19 شهر. مشيت لجمعية إنصاف باش نشوف كيفاش غندير، ندخل بنتي في الوراق وكل شيء. تعاونوا معايا جمعية إنصاف بخير، عطوني مهم. دخلت بنتي في حالة مدنية بسميتي أنا، قالوا لي واش ودي الصنطة، درت الصنطة، أنا في قطاع الحراقة، حاطة بنتي في لابخاج، معاوني في واحد قصة شهرية باش كنتبلاصا من هنا لهنا، و مهتمين بيا وبخير. ملي مشيت للسفيرة باش نولد لقيت بزاف ديال المشاكل، نزيد الأطباء اللي كاينين تما مكتلقاش معاهم، ماشي يتعاونو معاك، و بزاف ديال الحوايج كتلقى معاهم العنف، و مكيلقاوش معاك اهتمام لا من جهة الأطباء ولا أي حاجة، ماشي يتعاونو معاك حتى همايا، لا. يقول خلي بحال هكا شو وليت باش وليتش، ما كيهمهمش وما كيهمهمش الناس اللي مزوجين اللي عندهم بزاف ديال الحوايج. حنا اللي كيوقع لنا حالات المشاكل ما كيهتموش بيهم، كيخليونا مريوحين، اللي بغات دير شي حاجة كديرها وصافي. أنا بخير دابا، كنقرا الحلقة وبخير الحمد لله. عاونا بنتي، نستافد من واحد الإمارات ديال الصالون باش نستافد منها إن شاء الله، وباش نخدم إن شاء الله ونكبر بنتي بخير وعلى خير وتقرا، وباش نوفر لها أي حاجة لي توفرات لي أنا، ومبغيتهاش تعيش نفس العيشة لي عشت أنايا بزاف د الحوايج، وهادشي لي كاين. شكرا.